السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد بالتواصل معكم مجددا. أشكر جميع الزملاء والأصدقاء وإلى المشاركين الحاليين والمشاركين المحتملين الجدد، بالإضافة أنا أهنئ الجميع ولا أبالغ، لأن الفيديوهات ديال المتابعة ديالهم ويكون عندك الشغف في طلب العلم والمعرفة خصوصا في المجال القانوني أنا ماشي سهل باش تتبع. وعلى أي حال نحن سنواصل عروضنا فيما يتعلق بالدراسة أو الولوج أو الالتحاق بإحدى مؤسسات التكوين المهني وإنهاء الشغل، واللي هي كتوفر ربعة المستويات: مستوى التقني المتخصص ثم مستوى التقني وأيضا مستوى التأهيل، بالإضافة إلى مستوى التخصص. ومع هذه ربعة المستويات لا ننسى كذلك البكالوريا المهنية. بطبيعة الحال أخذنا واحد مجموعة ديال الشعاب متعلقة بمستوى التقني المتخصص، والآن وشفنا كذلك وبدرنا إلى واحد شعاب أيضا فيما مرتبطة بالمستوى التقني. وهذه الحصة أيضا سنرى مستوى التقني وغنشوفوا واحد الشعبة ديال متميزة وكتبان غريبة، وهي اللي غنشوفو دابا هي شعبة مدرب ركوب الخيل. بطبيعة الحال حيث التكوين المهني وإنهاء الشغل هو كيهدف إلى مراعاة جميع الاحتياجات ديال سوق العمل والحرص على الاستجابة لمتطلبات الهيكل الاقتصادي بكل من المجال الزراعي والمجال الصناعي وأيضا المجال التجاري. فكتكون هذه الشعبة هي إحدى متطلبات أو الاحتياجات ديال سوق العمل، وكيحرص هذا التكوين المهني باش يستجيب لهذا الطلب. فقلنا أنه هذا يؤدي هذا المدرب ركوب الخيل بشكل مستقل مهام في المجالات التربوية الرياضية والترفيهية باستخدام الأحصنة، ويجب عليه أن يعلم ركوب الخيل لجميع الجماهير في بنية الفروسية. إذن الرعاية الصحية للأحصنة وضمان نظافة الموقع، أيضا استقبال والتعامل مع الجمهور، وأيضا تنظيم نشاطات ترفيهية وتعليمية، أيضا توجيه الفرسان المنافسين، وأيضا إدارة التسجيل والسهر على استيفاء الزبناء أو استبقاء الزبناء. هذه الشعبة تطلب مترشحين لكل حد السن ديالهم ما يفوش 30 سنة كحد أقصى، بمعنى أن الحد الأدنى ديال المستوى المدرسي المتطلب هو السنة الثانية بكالوريا، ويكون كيتميز المترشح بالقدرة البدنية على العمل التجاري، وأيضا القدرة البدنية على ممارسة ركوب الخيل، وأيضا القدرة البدنية على التعامل مع الأحصنة. كذلك يكون كيتميز بحسن التربية والتنشيط، وأيضا خصو يحصل على شهادة طبية كتبين أنه عنده القدرة البدنية لممارسة المهنة وفقا لنظام الرياضة بالمغرب. ولا ننسى أنه يجب أن يملأ ملف ديال التوجيه والإرشاد، وكذلك يجتاز واحد المقابلات ديال الاختبارات. هذا كيمكنو أنه يلج أو يلتحق بالتكوين والتدريب بإحدى هذه المؤسسات اللي كتوفر هذه الشعبة. وبطبيعة الحال التكوين اللي كتمنحو كتخلي أنه كيستطع ويكون قادر على أداء واحد مجموعة ديال الأنشطة، منها قيادة مشروع تنشيط ديال التمهيد، تعميق وضمان الظروف الأمنية الأمثل في الممارسات ديال الفروسية،
أيضا الترحيب بالجمهور والقيام بالتنشيط والمساهمة في تعزيز الأنشطة، أيضا المساهمة في تقييم الفرسان، وأيضا المساهمة في رعاية الأحصنة وصيانة المعدات والمرافق، أيضا المساهمة في تنظيم وإدارة النشاط. إذا هذه واحد مجموعة ديال الأنشطة كيولي قادر على أنه يزولها ويؤديها بكل أمانة واستحقاق. وهاد الشعبة كتوجد بإحدى مؤسسات التكوين المهني وإنهاء الشغل الوحيدة بالرباط. إذا بهذا نكون وصلنا إلى نهاية العرض. أشكر جميع الزملاء والأصدقاء والمتتبعين الحاليين وأيضا المتتبعين المحتملين الجدد لمساندتهم وتشجيعهم، وأدعو الغير لدعم القناة، وسنواصل في الفترات اللاحقة إن شاء الله دروس في القانون في المجال القانوني وكل ما يتعلق بالقانون الجنائي والعمل القضائي. والآن أعيد لكم الشكر وبالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله.